انت حاط لي اليابان بلاش فيزا نوصل انا غادي تسال بلاي انا سايح تسال فيا على اليابان وقتاش ماخذ كره اخي تفضلك ولا تحكي بالرسمي انت هذا سؤال نتاع سياحه تسال فيا على اليابان معناها شنو الرئيس نتاعو تسال فيا انت على اسامي معناها عبيد تخدم في الحاكم منسبها من عرض الباسبور هذا اللي راح الياباني يضحك منشني عارف علاش معناه يرى الياباني يضحك من هي سفر تونس معناه مثلا نحولي فلوسي نحولي 4 ملايين 8 3 ملايين و500 قلت 4 ملايين ونحولي معناها باش لي نلبس فيه مجرد باش نلبس فيه وبعض مواد غذائيه ما ثماش لهزون الحبس وبقيت نهارين لا ماكله لا شراب في ناريتا انا اموري قانونيه المفروض ما تسالش عليا انا مهاجر ولا مش مهاجر الموضوع هذا ما يخصكش وبعد هذا انا عندي ادله معناها ثم تقريبا 5 دول شافهم هو في الكاشتي نتاع الباسبور ديجا داخل امور قانونيه وخارج امور قانونيه ما ثماش علاش باش يزيد وجه لي تهمات معناها ديجا ماهيش موجود جي تحكي معاه لهنا في تونس يقول لك برا الوزارة الخارجية برا قال لي برا سفارة اليابان ما دونك ما نتحصلتش عليهم انا نظام ان شاء الله غدوة حي نمشي نتبع الحكاية شنو بالضبط اما قالوا لي توي يشوفوا تو يشوفوا معناها مازال ما شافوش مازال ما غسلش وجهه وكاهو يعني طالبوا رجعوا لي فلوسي عجبكش تيكي نتاع طياره قلنا كنسلوه اش عندنا في فلوس فلوس تزهى من جيبي وين هي سمحت ما نحب نعمل فواياج معنا في اليابان وصارت لي معناها مشكله في اليابان اللي هي معناها ما قبلونيش الاسباب غير مجهوله معناها دونك هما حطوني في الحبس هما غادي طلبوا مني معناها تذكره عوده عطيتهم التذكره نتاع العوده نتاعي ما اقتنعوش طلبوا مني حجز فندق عطيتهم حجز الفندق نتاعي واتصلوا بالفندق والامور مريقله لإله الله محمد رسول الله زاد طلبوا مني معناها 1000 دولار عطيتهم 1120 دولار اللي هي العمله معناها الرسميه قال لي انت وين ماشي في اليابان سميت له 3 ولايات موجوده في طوكيو تشانجوكو وهياما وطوكيو سيتي ليلى لا محمد رسول الله قال لي شنو المواصلات باش تستعملها انت في اليابان قلت له المترو وقلت له معنا الباس اللي هي الكار بتاعنا فهمت من بعد قال لي انت دخلت في قانون الهجره وما ندرا وشنو في من هنا وفي من غادي ومعناها ومعنا ورجعوني وفهم الحاصل قالوا لي مذيع لك شيء وقالوا لي رانا باش نعوضوا لك معناها خسائر بتاعك على اساس معناها عندي المبلغ المالي ساعه اللي عطيته لهم انا في اليابان هذاك ما وصلنيش انا هنا في تونس ما وصلنيش معناها 1120 دولار مشوا على ارواحهم ليلى الله محمد رسول الله زاد الاتيكي نتاع الطياره اللي هي المفروض معناها على حسب اعتقادات اللي حكوها لي هم قال لي خلصوك معناها في مطار اسطنبول مدار اسطنبول قال ماهوش صحيح وماهوش موجود الكلام هذايا وقال احنا زاد ما وصلتناش فلوسك وصلتنا اللي وصلنا مجرد الباسبور هذا اللي راح الياباني يضحك من شني عارف علاش معناه يرى الياباني يضحك من هي سفارة تونس معناه مثلا وين هي سفارة تونس شنو بالضبط معناه مجرد انت علاش اخترت دولة اليابان غير كل الدول اخترت برشا دول ومشيت لهم معناه ما هي دولة من الدول اللي اخترتها سمحت انت ما مشيتش مش اول مره تخرج من تونس سافرت قبل اي سافرت عده مرات موجودين ديجا هما في الباسبور ها فهمت ولا المبلغ المالي اللي تابعه وانا في الباسبور هو ما رجع لي منه شيء 3510 دينار معناتها نجم نقولوا لي انت مشيت باش تحاوس يا اخي ترسلك تلقى روحك في الحبس صحيح نلقى روحي في الحبس هم على اساس ما قبل ما يهزوني للحبس ناريتا على اساس قالوا لي موجوده عندك انت قالوا لي دخلت في قانون الهجره اللي انا اول مره ندخل اليابان كيفاش دخلت في قانون الهجره وانا يدعون اش معناتها داخل في قانون الهجره؟ داخل في قانون الهجره كونه انا مهاجر اليابان مانيش نسايح معناه برغم انه معناه الاشياء الموجوده عندي المقدمه معناه اللي كونه انا سياحه ورفض السيد هذا فهمت؟ ليلى لا محمد رسول الله وقت اللي مقبل ما يهزوني على اساس معناها تيهزوني الاوتيل معناها ومعناها ما ماكل وشرب وكل هزوني الحبس وبقيت نهارين لا ماكله لا شرب في ناريتا ليلى لا محمد رسول الله من بعد طلعوني في التركيش اورلاين قاسوا لي طياره 9:30 نتاع الصباح بتوقيت اليابان في الوقت هذاك وقالوا لي كل شيء يوصلك لاسطنبول حكيت انا مع فمور فلوس كذا قالوا لي تاخذهم من اسطنبول وانا شفت بعيني معناها عطوه الدوسي بتاع الوظائف الطيران نتاع تركيا معناها
وقت اللي وصلنا لتركيا حكيتها معهم، قالوا لي لا مش صحيح كذا كذا كذا، يكذبوا عليك. قالوا لي ثم زواج سفر، ثم هذايا ديجا دبشي ما ثمش، ساك فارغ، ساك فارغ، خي باش نلبس انا ساك دبشي من هو معناه. نحولي فلوسي، نحولي 4 ملايين، 8 3 ملايين و500، قلت 4 ملايين، ونحولي معناها دبش لي نلبس فيه، مجرد دبش نلبس فيه، وبعض مواد غذائيه ما ثماش، فهمت؟ وصلت انا لتونس، زاد الاعوان يرحم والديهم ما قصروش، ما مش مرمدوني، اما بقيت شويه معناها نستنى معناها بالاسباب غير مجهوله. انا نسال الاسباب شنو علاش روحوا بيا، خي قال لي ما كنتي حارق. خي انا هنا شنو باش نجاوبه معناه؟ الحمد لله خي كتب لي انت تونسي، مواطن تونسي انت، انا معناها انا يلزمني تونسي وحاجه، ولا تونسي ولد فلان ولا ولد فلتان، شنو تخدم؟ قلت له نخدم في شويه فلاحه. قال لي كعمل يومي تعس علي انت معناه، شنو نخدم انا في الليل في النهار في شنو شنو بالضبط معناه؟ فهمت؟ انا اموري قانونيه، المفروض ما تسالش عليا انا مهاجر ولا مش مهاجر، الموضوع هذا ما يخصكش. وبعد هذا انا عندي ادله معناها، ثم تقريبا 5 دول شافهم هو في الكاشتي نتاع الباسبور، ديجا داخل امور قانونيه وخارج امور قانونيه، ما ثمش علاش باش يزيد وجه لي تهمات معناها ديجا ماهيش موجود، فهمتي هذا؟ انت طويك شنو اللي طالب؟ انا يعني طالب رجعوا لي فلوسي، عجبكش تيكي نتاع طياره قلنا كنسلوها، اش عندنا في فلوس؟ فلوس تذهب من جيبي وين هي سمحت؟ تجي تحكي معي لهنا في تونس يقول لك بر وزاره الخارجيه، بر قال لي بر سفاره اليابان، ما دونك ما تحصلتش عليهم انا، نظام ان شاء الله غدوه حي نمشي نتبع الحكايه شنو بالضبط. اما قالوا لي تو يشوفوا، تو يشوفوا معناها مازال ما شافوش، مازال ما غسلش وجهه وكاهو، فهمت؟ لازم انت معناها هكا تونسي حاجه ولا لا اكثر لا اقل. ان شاء الله صوتك يوصل وتاخذ حقك. يا بنتي اسمعني، انا ملي وصلت جيت هنا انا عارف الحق ماشني ماخذه راه، وما ثمش حق، وما علاش غاطف في سمش معناها بالغربيل ولا ما ندري كيفاش، مجرد معناه اسمعني. وبعد هذا راه مش انا وحدي معناه موجود في الحبس، انا الوقت موجود مغاربه وموجود برشا توانسه، راه موجود برشا مغاربه وبرشا توانسه، وكل هي نفس الحكايه معناه. تو انت حاط لي اليابان بلاش فيزا، نوصل انا غادي تسال بلاي انا سايح تسال فيا على اليابان وقتاش ماخذ كره اخي فضلك ولا تحكي بالرسمي انت؟ هذا سؤال نتاع سياحة، تسأل فيا على اليابان معناها شنو الرئيس نتاعو، تسأل فيا أنت على أسامي معناها عباد تخدم في الحاكم، منسبها ما نعطيني بالله يا أخي خلينا نسكت على روحي أنا وكا هو، فهمتي؟ هذا هو معناها ما ثم شيء، فهمتي؟ هذا هو. تو أنت حاط لي اليابان بلاش فيزا، نوصل أنا غادي تسأل بلاي أنا سايح تسأل فيا على اليابان وقتاش ماخذ كورة أخي فضلك ولا تحكي بالرسمي أنت؟ هذا سؤال نتاع سياحة، تسأل فيا على اليابان معناها شنو الرئيس نتاعو، تسأل فيا انت على اسامي معناها عباد تخدم في الحاكم، منسبها ما